بإذن الله إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله على ثورتنا وأمن الوقت ما نسترد إن شاء الله بإذن الله كل ما طالبنا ونحقق كل اللي إحنا عاوزينه بأمر الله إن شاء الله بإذن الله والعدود رئيسنا إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله وهنحاكمهم كلهم إن شاء الله بإذن الله بأمر الله. أخيني برايس كلب ما يقدرش يبقى كلب لأن الكلب بيولف على البني آدمين وبيحميهم ده خاين تنشل الأيادي اللي انمدت على إيدي ولادي ده مش عايزينه ده فاشل ده قاتل السيسي قاتل السيسي باطل السيسي مش نافع السيسي خاين السيسي قتل ولادني السيسي ماشي على دمني. الرحيم طبعا انا بحيي الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي بجدد عهد ليه بقول له يا دكتور مرسي انت رئيسي لغايه اخر لحظه في حياتي واحنا هنا مكملين مش بيغرنا اللي بيعمله المجرم المنقلب السيسي واعوانه ولا بيرهبونا ولا بيخوفونا احنا ان شاء الله ثابتين وصامدين. بقول له كمان يا سيسي لو متنا عيالنا الصغيرين حافظين ان انت سفاح ومجرم وجزار وهيجيبوا حق الشهداء والمعتقلين. على فكره انا اخويا مختطف يا سيسي انا مش عارفه مكان اخويا فين الى الان لكن بقول له ان شاء الله ما فيش حاجه تغلى على الاسلام والمسلمين. انا اخويا ونفسي واولادي كلنا فداء الاسلام والمسلمين وان شاء الله الحق هينتصر وان الله لا يصلح عمل المفسدين والنصر قادم الا ان نصر الله. مسلم على الحق ليوم الدين ولن نتزحزح ولن نتحرك من الشارع الا برجوع الشرعيه كامله ولا استسلام ولا تراجع عن الشرعيه قيد انمله والله والحق راجع لاصحابه والدكتور مرسي راجع لقياده الامه الاسلاميه باكملها والحق الى قيام الساعه والباطل ساعه والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلم. لا احنا ما بنعولش على حد احنا معولين على الله سبحانه وتعالى الاول انا مش اخوان بس الراجل ده بحارب الدين الراجل ده بحارب الاسلام الراجل ده بحارب الدين وبحارب الاسلام مش بحارب اخوان مش عارف اخوان احنا في الشارع احنا معاه في الشارع ان شاء الله. اقول لكم على حاجه والله العظيم الراجل ده هو كافر والله الراجل ده هو يعتبر مرتد وكافر وانا بقول لك كده انا مش عارف حاجه في الدين بس هو كافر برضه. السيسي احنا عاوزين ثوره 25 يناير ترجع عاوز اقول للشعب المصري يقف معانا في مقابل ثورة 25 يناير ترجع عاوزين ثورة 25 في دم دلوقتي سلف الشوارع في معتقلين ما عادش في حرية عاوزين رأي وبقول للزعماء الدول العربية اللي هم يرجعونا الشرعية الشعب المصري جمهورية مصر العربية ما فيهاش شرعية عاوزين الشرعية ترجع وشكرا.